القضيه ديال العربيه وديال الفرنسيه ما مطروحينش كلغات، مطروحين كلغات ديال التدريس، لغات التدريس باش غتقري الماط، باش غتقري الفيزيك، باش غتقري السيونس ناتوريل، باش تقري هادشي. هذا هو اللي كاين. والتجربه عطات انه ملي كتقري بواحد اللغه اخرى غير اللغه اللي الانسان كيتعلمها بشكل مهيمن كيصعب عليه المواد الاخرى. هذا اللي كاين، هذا هو النقاش اللي كاين. وليس من الممكن باش نغيروا لغه التدريس من العربيه للفرنسيه، ولكن كاين الكلام على فتح بعض الامكانيات ديال التدريس بالعربيه في الثانوي وديال التدريس بالفرنسيه في الثانوي ديال بعض المواد وديال التدريس بالعربيه في الجامعه. والتقدير ديالنا حنايا انه لغه التدريس في الاصل هي العربيه وتبقى هي العربيه، وانه الامكانيه ديال فتح امكانيه ديال بعض الدراسات. كاين الناس كيقريو الطب بالعربيه عندهم من احسن الاطباء في العالم. النهار اللي غادي يوليو الاساتذه والمعلمين والاداره والاباء، اسمحوا لي الاباء، كاين بعض الاباء مع الاسف الشديد اللي كيهمهم هو ولادهم يكون عندهم نقاط مزيانين. نو، النهار اللي غترجع الجديه للمنظومه ديالنا راه نقدر نقريو باي لغه شئنا، راه غادي تكون الامور مزيانه.